بنجمع كخلية نحل مرام ورؤية بهذا بقشر البصل. أنا بعمل بخلطهم وبنكمل حسب الحشوة إن كانت نجانق أو مشروم أو دجاج. نظرا للظروف يعني اللي احنا فيها، عدم وجود اي فرصة عمل في قطاع غزة، حبيت اشتغل بالشغل اللي بقدر عليه، اللي هو ايش؟ احنا بنحب نعمل مثلا اصناف الاكل زي الفاست فود، المعجنات، بعض اصناف الحلويات. فحبينا نفكر في طريقة اللي هي وصلنا لها فكرة التمييز على آلية معينة تكون ايش؟ سهلة علينا وعلى بناتنا.